سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا، اليوم رح نحكي عن مجموعتين من السوريين يلي عم يحاولوا يردوا الموت والأذى عن أهلهم السوريين، كل حدا حسب قدرته. المجموعة الأولى هي منظمة روج لمكافحة الألغام RMCO، وهي منظمة مدنية غير حكومية وغير ربحية مقر مدينة راس العين. بتهدف المنظمة لإزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب من الألغام الكبيرة القابلة للانفجار بمناطق عفرين، عين العرب كوباني والجزيرة السورية، أو ما يعرف بالكردي بمناطق روجافا، بهدف الوصول لمناطق آمنة وخالية من الألغام. تتركز مهام المنظمة بوضع الخطط السنوية والتواصل مع كل مين ممكن يفيد بمعلومات عن مناطق وجود ألغام غير متفجرة. بعدين بيجمعوا البيانات وبيرسموا خرائط بالأماكن اللي بتتواجد فيها ألغام وقنابل غير متفجرة، وبعد التأكد من وجود ألغام بواسطة معدات الكشف عن الألغام الأرضية بيحطوا العاملين بالمنظمة إشارات للتنبيه على وجود مواد متفجرة بالمكان مشان الناس تاخد حذرها. الخطوة التالية بتكون تدمير مخزون الألغام اللي تم كشفه بعد تأمين معدات الحماية للعاملين بإزالة الألغام. لحد هلأ أزالت المنظمة 11557 لغم بمنطقة مساحتها 41,450,972 متر مربع. من جهة تانية بتشتغل المنظمة على توعية المجتمعات المحلية القريبة من أماكن الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية ومخلفات الحرب من الألغام القابلة للانفجار من خلال تنظيم دورات توعية وتواصل مع وسائل الإعلام المحلية لنشر تعليمات توعية بتستهدف السكان المحليين ونشر ملصقات وأعلانات طرقية توعوية. وبتهتم منظمة روج بتطوير كادرها لينجز عمله بإزالة الألغام بشكل احترافي يضمن سلامته. مشان هيك بتحافظ على التعاون مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية الناشطة بمجال إزالة الألغام، وبتستعين بالخبراء الدوليين لتنظيم دورات تدريبية للوحدة الميدانية قسم العمليات. وطبعا كمنظمة مستقلة بتقدم منظمة روج المساعدة للمنظمات المحلية بالمنطقة في حال طلب المساعدة، وبتقدم كمان المساعدة للسكان المتضررين جسديا من الألغام الأرضية. طبعا هذا شغل رائع من منظمة عدد العاملين فيها 84 شخص، بس للأسف مو كافي، لأن المنظمة ما عم تقدر تغطي احتياجات وطلبات الناس بفحص بيوتها وأراضيها، ولا عم توصل حملاتها التوعوية لكل الناس. مشان هيك قرروا مجموعة نشطاء من محافظة الرقة يطلقوا حملة لتحذير المدنيين من مخاطر الألغام وبقايا القذائف بمحافظة الرقة، وانطلقت الحملة تحت عنوان إرث داعش، وبتتضمن الحملة نشر بوسترات ومناشير توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي مفادة وهدف تحذير المدنيين من احتمال وجود ألغام مزروعة ببعض الأماكن مثل فتحات الصرف الصحي، والتعريف بشكل القوالب اللي ممكن ما توحي بأنها هيكل عبوات أو متفجرة، بس هي بالحقيقة ممكن تكون متفجرة. منتمنى السلامة لأهلنا بكل مكان، ومنقول شكرا لكل السوريين يلي هنن لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.